توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص. دعا الرئيس السيسي خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة إلى تجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام، مؤكدا دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات كأحد أهم سبل الدولة لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة.